طاقم تحكيم لقاء اليوم يقوده السيد السنوسي الحبيب بمساعدة مساعد أول دولي محمد مراجع، مساعد ثاني إبراهيم فرج، حكم رابع دولي الشاطئية عماد خريج، والمراقب السيد محمد الشلماني. إذا في انتظار صافرة البداية لهذه المباراة، مباراة القمة بالنسبة لهذه المجموعة وهذا الأسبوع، مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. قلنا مباراة المتصدر والملاحق. اللي أمامنا على الصورة الكرواتي ردان غزالين، أمامنا على الصورة السيد سمير شمام، ثالث مدرب تونسي بتاريخ الأخضر. إذا انطلقت المباراة منذ لحظات صافرة حكم اللقاء السيد السنوسي الحبيب. بلعم يحاول يجرب حظه بالتسديد لكن سهلة في متناول رضوان توفيق حسين. هذه دقائق البداية، بابل من جديد، كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة لصالح فريق الأخضر. شوفوا التمريرة والكرة المرفوعة، والرأسية كانت من صهيب وبكر بن سليمان، ورد الفعل كانت جد ممتازة من مراد لوحيشي حارس مرمى فريق الأهلي. يستأنف الحوار مرة أخرى ومحاولة لصالح فريق الأهلي لكن في توقيت جد ممتاز. توفيق، كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء لكن مراد لوحيشي. عبد الرحمن العمامي في التنفيذ، جمعة برقيقة يلعب كورته لكن ترجع، أوه فرصة لكن رضوان توفيق حسين. هذه كرة ملعوبة لكن أكرم زوي يحاول، وأكرم يحاول من جديد لكن المتابعة مالية كانت من أمدو. في حوار مع السيد دريس القطعاني تحت أنظار الكرواتي ردان غزالين. شوفوا اللقطة، حوار كان بين عبد الله عبد الرحيم وعبد الله بلعب، تدخل من أنس الورفلي ضبط الأمور المساعد الأول، وهذا مراد لوحيشي. تمامية سريعة باتجاه أبو بكر بوعقيلة، أبو بكر بوعقيلة يتقدم لكن يفضل التمرير، سلامة يلعب كورته، أوه فرصة فرصة لهمام. همام ما أحسنش التعامل مع هذه الكرة الرأسية، يفضل الاحتفاظ بالكرة من جديد، يلعب كورته داخل منطقة العمليات لكن رأسية همام هذه المرة تدخلت وقام بدور المدافع. دم الإسماعيلي المصري يلعب كرة، كرة متابعة، أوه لكن مراد لوحيشي عم باتجاه أكرم الزوي، أوه أكرم ويبقى الخطأ القائم، وهمام من جديد وفرصة، أوه فرصة فرصة عن طريق أكرم الزوي. كانت المتابعة حاضرة لأكرم الزوي وذكية أيضا لكن التغطية كانت حاضرة في اللحظات الأخيرة من مصطفى حمزة. كاد فريق الأهلي أن يفتتح التسجيل بهذه الطريقة. شوفوا متابعة أكرم الزوي، وفي اللحظات الأخيرة مصطفى حمزة. شوفوا العراقي همام يلعب كورته باتجاه الجويني، الجويني يلعب كورته الجويني، أوه جويني لكن همام، رأسية همام كانت حاضرة اليوم. شوفوا كرة همام اللي كان متحرم من الرقابة وحيدا لكن رضوان توفيق رأسيتين، كانت هذه آخرها بهذه الطريقة. تمريرة هيثم الجويني، رأسية همام، والتصدي الناجح والممتاز من رضوان توفيق حسين. وهذا الموسم أحمد كراوع في رصيده 4 أهداف مع فريق الأخضر في أول ظهور له مع هذا الفريق. هذه محاولة أخيرة، فرصة، هدف هدف لصالح فريق الأهلي، هدف لصالح فريق الأهلي بهذه اللقطة. ختام هذه اللقطة في آخر دقائق الشوط الأول عن طريق فاضل سلامة. شوفوا اللقطة من جديد، حنتابع هذه اللقطة في الدقيقة الأخيرة في الوقت اللي كنا ننتظر في صافرة نهاية زمن الشوط الأول بالنسبة لحكم لقاء السيد السنوس الحبيب. يتدخل هذا اللاعب الواعد فاضل سلامة ويوقع الهدف الأول في المباراة لصالح فريق الأهلي. وبهذه الطريقة وبهذه المتابعة الدقيقة، واللي فعلا كانت متابعة دقيقة، فعلا استفاد من تقدم رضوان توفيق حسين وتأخر المالي تراوري في المتابعة. فعلا شوفوا جمعة برقيقة وهدف يستحق الإعادة أكثر من مرة. شوفوا المتابعة، شوفوا تراجع تراوري، كان يعتقد تراوري أن الكرة في طريقها إلى رضوان توفيق حسين لكن كان ذكي في المتابعة فاضل سلامة واستطاع أن يستفيد من تقدم رضوان توفيق. أكرم
تحافظ على كورته ويلعب كورته، او لكن تعود والتغطيه حاضره في اللحظات الاخيره من الكوت امام انطلاقه الكوت. كره فرصه، او فرصه لكن محاوله كراوع، لكن مراد بثبات مراد باب اللي يحاول يمر ومحاوله، لكن امادو لكن ما يتمكنش، يبقى الخطر قائم. لكن تدخل من جديد من عبد الرحمن العمامي، العمامي مر بفرصه، او لكن ترجع ومتابعه لهمام، والمحاوله لفريق الاخضر من جديد عن طريق لبابل من جديد، لكن علي يوسف ابراهيم، محاولات لفريق الاخضر، العمامي مره اخرى والتسديد لكن بعيده. تبريه باتجاه فاضل سلامه، فاضل ينطلق، فاضل سلامه يفضل الاختراق والتوغل، فاضل سلامه، اوه هدف، هدف ثاني لصالح فريق الاهلي بعد عملية اختراق وتوغل ناجحة قام بها اللاعب فاضل سلامة نجم مباراة اليوم بهدف ثاني. فاضل سلامة لاعب الواعد نجم مباراة اليوم، هو من قص شريط الأهداف، مرور ممتاز، شوف كيف لاعب كورته بشكل رائع جدا، والهدف كان بإمضاء أكرم الزوي. إذن أكرم الزوي يضيف ويعزز انتصار فريق الأهلي بإضافة هدف ثاني بعد تمريرة كانت على طبق، ولكن أيضا أكرم الزوي بذل جهد كبير في الارتماء نحو هذه الكرة وإسكانها شباك رضوان توفيق حسين. شوفوا إعادة الهدف الثاني، مجهود ممتاز جدا من فاضل سلامة، وأيضا مجهود ممتاز يحسب للمتابعة لأكرم الزوي اللي عزز فوز فريق الأهلي بإضافة الهدف الثاني.